أصيب عدد من المصلين الفلسطينيين واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أن طواقمها تعاملت مع نحو 20 إصابة خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المتواجدين في باحات المسجد الأقصى ومصلياته، مؤكدة على منع الاحتلال لطاقمها من دخول المسجد.